عسلامة. عسلامة، مرحبا. عايشك؟ عايشك. لو تحكي لنا شنو قاعد تعمل توا بالضبط؟ نعصر في عصير الرمان. نعصروه نبيعوه للضياف واللي يحب العصير الرمان، ولا معروف في مدينة السور بكدا يجوهم بالذمة باش يشربوا عصير الرمان، خاطر نكهة نتاعو خاصة. ولات قلت لك نعصروه من اللي يطيح الرمان، يبدا يطيح ونبدا نخدموا في عصير الرمان حتى لين للربيع. المواطن اليوم كيفاش ينجم يقيم الرمان؟ يعني بخلاف انه اللون الاحمر هذاك اللي نعرفوه، كيفاش نجمو نقيموه؟ بالتذوق. بالتذوق ما يغروش اللون. فما بالنسبه للسناء ابيض شويه على الروز واحلى من الاحمر غم، يقع يخلطوا بين الاحمر والروز هذاك الابيض، يولي في واحد فيه شويه حموضه واحد الاخر يخلطوا مع بعضهم يولي باين ممتاز. فما اللي يحب الحموضه يشرب حموضه طول، فما اللي يحب حلو يشرب، يعني موجود الاذواق موجود، كل واحد ايش يحب ياخذ القوه ياخذ موجود. قداش عندك في المهنه هذه يعني هكا تواكب في المهرجانات؟ المهرجان من بدا المهرجان من اول دور. ما هذيك هي الفكره موجوده من اللي بدا المهرجان، ما كانتش عندنا موجوده الفكره، جابوها الناس وخذينا بالترفي، ما كانتش موجوده. يعني الفكره جابوها منظمين المهرجان باش يولي يجي المواطن ويجي للضيوف ويجي كذا، هو مهرجان الرمان، مش ياخذ الحب وياخذ كعب وياخذ معجون وياخذ العصير وياخذ الاكلات التقليديه التستوريه من المسمنات، من المسفوف، من الابراج، من السفنج اللي معروفه به تسور، ما فماش في حتى بلاصه اللي هي شكل الفطيره، ما لكن هي السفنج ابن من الفطيره في الجنوب، هي الفطيره تخدم في تسور، يخدموها السفنج، يخدموها في الاعراس نتاعهم، يبدا لا نحكي على السفنج كي شكل الفطيره، يخدموها في العرس. العرس نتاع التسور يدوم 7 ايام، يعملوا فيه السفنج باش يوكلوا الناس اللي متعدي سامحني. ما هو دخلت في الاكله التقليديه والواحد انتاج الرمان. هي سهل بواضح. فما انتاج سنة ولا يعني يختلف في الانتاج على سنوات الفارطة ولا موجود الانتاج ما شاء الله؟ فما خطر مدينة تسور كلها رمان، كلها تنتج اراضيها كلها رمان، معروفة بالرمان، وقعد كل عام الفلاح كان متورث على والديه حسن في الخدمة بالفلاحة العصرية، ويخدم بيولوجي وعصري في نفس الوقت، تحسنت الانتاجية والانتاج بالواحد بالفلاحة العصرية، موجود الانتاج من فضل الرب. لو تحكي لنا على اسم العصير بتاع الرمان. العصير في متناول الجميع، دينار و500 فقط من المنتج للمستهلك. نتعرف علي كريم المنسي. كما نعرفوا تستور رقم واحد يعني في انتاج الرمان، خلينا نحكيوا على الانتاج نتاع السناء. انتاج السناء نقص شويه بحكم ما فماش مطر ما فماش برد، السناء الرمان اما القو سافا، لكن الكولور كما الواحد تو اللي يجي يقول لك لا نكلي نلحلحوا به بشويه ودي راهو هو باهي حاجه يقبلوه، بعد يذوقوه يقبلوه. قالوا لنا ما نقيموش الرمان من خلال اللون نتاعو، يعني كي تذوقه تلقاه حلو. كنت نحكي لك انا قلت لك القو نتاعو هو هو، لكن اللون نتاعو سناء حكم ما فماش برد ما فماش مطر، ان شاء الله ربي ينوب علينا بالغيث النافع ان شاء الله. يعني هاللون ما ياثرش على لا، فما ناس تمشي كما يقول لك العين ياكل بعينيه، يقول لك ما شهيش ما الفي الرمان احمر، تشوفوا ابي ذاك كيك يقول لك بالسيف، قلت لك كيك نذوقوا شويه ولي سافا ولي ياخو. نسالك على كيلو رمان سناب قداش؟ رمان انت والكاليتي انت والكوبر انت والواحد، فهمني؟ من الي معناها؟ من 500 حتى 2500، فهمني؟ 500 يبدا جيد شويه، فهمني؟ بالنسبه للعصير الرمان؟ ايه 15% الكوبلي. أما أنواع في العصير ولا؟
نو هو 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 ذيك هو نفس الواحد نفس الرمان نفس العصير، لكن فما توا شكون يجيبوا فما النوعيه ماهيش من تاع تستور حمراء برشا لك قارصه كان تعرفها عصير ولا تحكي على الرمان؟ العصير لا نحكيك مو الرمان نعصروا فيه، يجيبوا الرمان هذاك باش يجلبوا بيه شويه كليونات، لكن هو مش بتاعنا يعني هو توا مهرجان تستور، ينجموا يجيبوا من ولايه اخرى رمان؟ يجيبوا من بقعه اخرى خاطر نحن رمان سنين ما حمارش، يجيبوا فما كاليتي حمار لكن قارص على قد حمار قارص، هذاك يجيبوا باش يخدموا بيه هكاك باش فما ناس تحبوا فما ناس ما تحبوش. يعني خلطوا بين عند المعجون نعملوا فيه في الدار. انت تصنع فيه؟ اي المدام تصنع فيه، انا نعاونها نفرك لها وهي تصنع. طريقة صنع المعجون كيفاش؟ نفركوه ليلة محمد رسول الله شنو نعملوا نحولوا الخبز نتاعه ونرحوه، ما كانش كان مش الواحد نحطوا له السكر نتاعه الكمية اللي يطلبها فهمني؟ كان كيما قلت لك كان نخلوه بالقلوب. نحطوا له السكر نتاعو طيبوه، ما كانش لاخر نخلوه شويه ومن بعد نرحوه نحلوا القلوب نتاعو ونعاودوا نرجعوه نحطوا له السكر نتاعو ونرجعوه. يعطيك صح. عسلامة. مرحبا. مرحبا بك اكثر. مرحبا. خلينا نحكيو شويه على الدوره السابعه لمهرجان الرومان بتستور. مهرجان الرومان يحتفي بالدورة السابعة متاعه، تستور تنظمه كل سنة احتفاء بثمرة الرومان، ومن خلالها نحب نعطيه قيمة مضافة لهذه الثمرة وتدخل في عادات استهلاكية للمواطن التونسي لما لها من قيمة غذائية ومنافع. هذاك علاش تستور تحتفي بهذه الثمرة وهي تسمى بفاكهة الجنة لما لها من فوائد على جسم الإنسان. تستور كذلك تحب تستغل موسم جني الرمان لإبراز ما تسخر به من تراث مادي ولا مادي، لعل السائح التونسي أو الأجنبي يجد في تستور ما يروق له ويتمتع بحذانا عند زيارته لهذه المدينة. نحكيه اقتصادياً، هل مهرجان الرمان يعني مربح ولا؟ اقتصاديا مهرجان الرمان يدخل حركية كبيرة على مدينة تستور، إذ أنه تقريبا ينشط جميع المجالات وخاصة المرأة العاملة، المرأة الصانعة تصنع بيدها منسوجات أو حلويات أو مأكولات محلية، و هي فرصة باش تعرضها وتبيعها وتسوقها، فالمهرجان هو حركية اقتصادية اجتماعية، ونجم نقولوا اللي مهرجان الرمان بتستور هو قاطرة للتنمية المستدامة. يعطيك صحة. تعيشك.